طيب هنشوف مع بعض فقرة لمن يهمه الأمر. يمكن الصحة النفسية مهمة جدا في حياتنا بشكل كبير وفي كل الجوانب المحيطة بنا، والأهم من ذلك أنه نحن الآن مارين بفترة ممكن تكون صعبة اللي هي جائحة كورونا، ويمكن هذه الجائحة سببت مشاكل كثيرة لناس كثر جدا، أدت لإخلاق أو اختلاق لخلل ممكن يكون نفسي، سواء كانت اضطرابات نفسية أو مشاكل ممكن هم يحسوا بها ناس كثيرة لكن ما تكون حاسة بهم، لأن الحاجة دي هي بكل تأكيد حاجة نفسية. في هذه الفقرة حنقدم ممكن نقول زي روشتة أو نصائح من دكتورة إسراء تاج الدين اختصاصي نفسي، معها حنتعرف على تأثير فيروس كورونا على صحتنا النفسية. اللي رح أتكلم عن أهم الأعثار النفسية لكورونا كوفيد 19، فخليكم معي لنهاية الفيديو. إذا عايز أتكلم عن أهم الأعثار النفسية لكورونا كوفيد 19 اللي هي الصدمة، وطبعا بتختلف لنا ردة فعل كل شخص من شخص تاني في تقبل تلك الصدمة. فمن أنواع ردات الفعل الغريبة اللي هي الخوف والقلق من الإصابة. هتقولي طبعا دي حاجة طبيعية إنه أنا مثلا أخاف على نفسي أو أخاف على أسرتي أخاف على أصحابي إنهم يجيهم المرض، طبعا طبيعي جدا، لكن إذا زاد عن حده ممكن يتحول لنا لفوبيا كورونا. غير كده من ردات الفعل اللي هي الاضطرابات في التشتت وعدم التركيز، فده تلقاهم مثلا تجيه النهار يقول لك أنا عايز أستمتع بوقتي عشان الوقت يمر بسرعة، تجيه بالليل يقول لك لا خدت مكتبة بتاعت كتب وعايز يقراهم كلهم في الوقت ده عشان يستفيد من كل لحظة، تعلمه بعد نص ساعة وتاني حيغير رأيه. برضو من ردات الفعل اللي هي الحزن، دي حاجة طبيعية جدا إنك تكون زعلان لأنه في تغيير للحريات. برضو من ردات الفعل اللي هي الاضطرابات في النوم والأكل، فده تلقاه معظم الوقت نايم كأنه بيحاول يتهرب من تقبل الصدمة بأنه يكون نايم، أو معظم الوقت بياكل. طبعا حتكون حاجة سيئة جدا إذا كان الأكل غير صحي. برضو عندنا برضو الإفراط في الشجاعة، فده تلقاه عايش شنو دور سوبرمان، يقول لك كورونا دي شنو، كورونا دي حاجة مرض ساهر يعني يا جماعة، دي انفلونزا عادية. فلكن دايما يتذكر إنه سلامتك من سلامة الآخرين وسلامة الآخرين من سلامتك أنت. برضو من أهم ردات الفعل اللي هي الاكثار من الأسئلة حول المرض، فحمسوا لكم ده حيقول لكم إنه يا جماعة نسبة الوفيات كم الليلة، يا جماعة نسبة الإصابة كم. 24 ساعة في السوشيال ميديا في المواقع التواصل الاجتماعي بيسأل عن المرض بطريقة مزعجة جدا، بتابع أخبار المرض حتى لو كان من مصادر غير موثوقة. عرضنا الأنواع، عرفنا المشكلة، الحل. من أهم الحلول اللي ممكن أذكرها اللي هو تصنع حياة جديدة في البيت. أيوة تصنع حياة جديدة في البيت، لأن حياتك قبل كورونا كانت ماشية بنظام معين وكان مريح بالنسبة لك نفسيا، فتحاول تصنع نظام جديد وبرضه يكون مريح بالنسبة لك نفسيا. من الحاجات اللي ممكن أنت تعملها مثلا تعلم لغة، الرسم، استكشف مواهبك، استكشف مواهب أطفالك، لكن ما تنسوا الصحة الجسدية سواء كان بالتغذية أو بالرياضة. التغذية الفترة دي نحاول نخلي أكلنا صحي بقدر الإمكان، الرياضة حتى لو كان صعود سلم والنزول منه. الروحانيات دي حاجة مهمة جدا، فمن المؤسف جدا جدا إنه ما نحاول نتغرب إلى الله سبحانه وتعالى في الفترة دي. وهقول جملة دائما بقولها وبحبها شديد اللي هي لإسماعيل كريم، إذا لم يحفظك إيمانك من الهلع هذه الفترة فلا حافظ لك، فنحاول نتغرب إلى الله سبحانه وتعالى في الفترة دي بقدر الإمكان. التواصل، ما نحاول نقطع تواصلنا مع الناس حتى لو كان التواصل ده ما مهم بالنسبة لك، هو يمكن مهم بالنسبة لهم. لما نقول التواصل ما قصدي التواصل المباشر، وهنا أصلا بتظهر لنا إيجابيات السوشيال ميديا، سواء كان تتواصل معهم سواء كان برسالة بمكالمة بفيديو كول، بس تحاول تخفف عليهم. وبما اني ذكرت السوشيال ميديا عايزة اشير لحاجة مهمة جدا اللي هو انتشار للصور وبوستات لانجازات الناس، ما تحاول تخلي الموضوع ده يحبطك، وما تحاول تقارن انجازاتك بانجازات شخص تاني. فمثلا ما حتقارن لي شخص قرا ورقتين هو اصلا ما بيقرا في حياته وعنده مسؤوليات في البيت بشخص تاني بيقرا طول حياته اصلا وما عنده اي مسؤوليات في البيت، وما في مقارنة بين بعض. في الفترة دي نحاول نستحمل ونتفقد بعض عشان نطلع من الفترة دي بأمان، وتذكر دايما خروجك من الفترة دي بصحة نفسية جيدة ده في حد ذاته إنجاز. الفترة دي برضو اعتبرها فترة نقاهة
اقعد مع نفسك صالحة، شوف نفسك انت في المستقبل عايز تصل لشنو. اخيرا اسفة لكل خطأ في معلومة، ففي النهاية نحن بشر وبنغلط. سلام.